نحن على بعد 20 يوما من انتهاء المدة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. هذه العملية التي تجري في ظروف عادية حسب المسؤولين في المكاتب الإدارية المخصصة للتسجيل، والإقبال لا بأس به من قبل الشباب والأشخاص المغيرين لمقر السكن، نموذجا الملحقة 9 لشبنات بالرباط. أنا كنت في منطقة ودابا جيت هنا باش نبدل منطقة ديالي اللي دابا وليت ساكنة فيها جديدة، وجيت باش نأدي بصوتي باش ناخذ أنا حقي بحالي بحال الناس، وبت أنا باش نرشح الشخص المناسب اللي كيستاهل، ونتمنى البلاد تزيد القدام. حاجة الانتخابات راه واجب وطني، خاصنا بعدا كنقول للمغاربة خاصنا كاملين نسجلوا في الانتخابات، لأن راه كنأديو واحد الواجب، خاصنا نساعدوا بلادنا باش تزيد القدام. بالنسبة للسؤال ديالك، راه جميع اللي جون خاصهم يستعملوا الانترنت باش يسجلوا في سميتو في الانتخابات. أنا ما استعملتهاش بحكم القرب ديالي للجامعة المحلية. المسؤولون عن تنظيم عملية التسجيل ينفون وجود مشاكل للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الداخلية لغير المسجلين في اللوائح الانتخابية. من جهة أخرى، يؤكد هؤلاء تداول بعض المعطيات المغلوطة بين المواطنين من قبيل وجوب تغيير البطاقة الوطنية في حال تغيير مقر السكن، وهو أمر خاطئ. الناس تيسحب لهم أنه المعلومات اللي في لاكارت ناسيونال هي اللي تتخذ بعين الاعتبار، بمعنى ان اذا كان شي انسان عنده في لاكارت شي ادريس خارج الرباط، شي عنوان خارج الرباط وجا سكن في الرباط، تيظن بانه خصو يبدل لاكارت ناسيونال في العنوان الجديد عاد يجي تسجل. الور هذه معلومه غلطه، بمعنى ان الانسان الشروط ديال التسجيل في اللوائح الانتخابيه هي بطاقه التعريف الوطنيه والسكن الحقيقي، يعني فين ساكن الانسان لمده 3 أشهر تما فين يتسجل، بغض النظر على واش عنده ديك لادريس هي اللي عنده في لاكارت ناسيونال اللي ما عندوش. ويذكر انه في اطار المراجعه الاستثنائيه للوائح الانتخابيه العامه، تم ايداع اسماء الاشخاص المعتزم شطب اسمائهم من هذه اللوائح لدى مكاتب السلطات الاداريه المحليه ومصالح الجماعات والمقاطعات وعلى الموقع الالكتروني ايضا. وزاره الداخليه اكدت انه يحق لكل شخص يهمه الامر ان يقدم تعرضه مرفقا بوثيقه تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية في حدود 19 فبراير تاريخ انتهاء هذه العملية.